السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي الفلاحين. فيديو جديد ويوم جديد، وكما جرت العادة ها قد انتهينا من عملية التلقيم وقص الأفرع وتهيئة أشجارنا للموسم الجديد. لاحظوا أصدقائي العناصر الثمارية هنا بدأت بالانتفاخ والحمد لله. لاحظوا كل هذه العناصر أو الرؤوس ستعطي ثمار بإذن الله. هذه هي البراعم الثمارية أصدقائي الفلاحين التي تعطي أزهار وتتحول إلى ثمار. هنا أيضا وضعنا الماستيك الفلاحي، ها هو اشترينا ماستيك هذه السنة يحتوي على مادة التوتيا أو بالفصحى كبريتات النحاس أي المصطلح العلمي، كي نساعد في التئام الجروح، يعني جروح المقص والمنشار. رغم أني لم أستعمل المنشار كثيرا في أشجار هذه السنة، لكن أصحاب التقليم التصحيحي يقومون باستعمال المنشار لتصحيح الفروع وهيكل الشجرة للمحافظة على الشجرة وتوازنها. كل هذه براعم ثمارية ستعطي أزهار وثمار إن شاء الله. ها هي مخلفات التقليم أصدقائي. هذا ما ينتظرنا من عمل، يجب جمع كل هذه الأغصان كما تلاحظون من مخلفات التقليم، يجب جمعها وحرقها بعيدا عن الأشجار، لأن هذه الفروع التي تم قصها ستجف وستتكدس فيها الفطريات وأيضا الحشرات التي بعضها يدخل في سبات. ثم من هذه الأغصان الميتة والجافة ستنتقل الأمراض مباشرة إلى أشجارنا أصدقائي. إذن المكافحة واجبة ويجب التدخل فورا عند الانتهاء من التقليم. يجب جمع هذه الأغصان وحرقها بعيدا عن المزرعة، وهذا ما يسمى بالمكافحة الشتوية. يعني المكافحة الشتوية فيها العديد من المراحل، لا تحدث عن رش الزيوت والمبيدات، وإنما أيضا هذه العملية تساهم في حماية أشجارنا من الحشرات والأمراض عند انطلاقها مع بداية الربيع ومنتصف الربيع. لذلك أصدقائي لا تنسوا هذه الخطوة المهمة، تخلصوا من هذه الفروع، تخلصوا منها بشكل سريع وبإشعال النار فيها أي حرقها. هكذا لا تنسوا الماستيك الفلاحي لأشجاركم، فهو جد مهم لحماية الأشجار من الجليد والمياه، لأنك إذا لم تضع الماستيك هنا ستتكدس مياه الأمطار هنا، ما يساهم في إفساد هذا الغصن كما تلاحظون أصدقائي. يجب حماية أغصانكم وأشجاركم من الجليد والمياه والأمطار وكل العوامل لضمان صحة جيدة وعافية لأشجاركم، وعليه أو منه ستحصلون على نتائج جيدة من ثمار وورود ونموات وأغصان وصحة الشجرة بشكل عام أصدقائي الفلاحين. لاحظوا هنا أيضا بعد أن قمنا بحراسة الأرض حول أشجارنا، كما تلاحظون قمت بحرثها بالمحرك، كما أضفت المخلفات الحيوانات من أغنام وماعز، وقمت بقلب التربة عليها أيضا. لم أستعمل أسمدة هذه السنة باستثناء مخلفات الحيوانات التي تعتبر أيضا أسمدة عضوية كما هي العادة أصدقائي. أشارك معكم هذه المعلومات على السريع. إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة لا تنسى الاشتراك في القناة، وضع تعليق فيه استفسار أو معلومة نتقاسمها مع الجميع. أيضا اضغط زر الإعجاب وشارك الفيديو مع أصدقائك لما لا. دمتم بصحة وعافية وحظ موفق في أعمالكم اليومية، وإلى اللقاء في لقاء جديد وفي حلقة جديدة حول موضوع جديد.